من باريس ينضم إلينا جعفر بوزميطة، الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشؤون الفرنسية. سيد جعفر، كيف تحول الموقف الفرنسي؟ شكرا على الاستضافة. تحول الموقف الفرنسي هو في حقيقة الأمر يعني تحول لموقف الرئيس الفرنسي، لأن شهدنا في الأسابيع يعني الفارطة يعني منذ أن جد الانقلاب في النيجر، وأن ماكرون كان في خلاف يعني حسب ما صرحت به يعني وسائل الأعلام الفرنسية أو الاستقصائية، وأن يعني أروقت يعني وزارة الخارجية الفرنسية كانت على يعني خلاف مع رؤية ماكرون بضرورة يعني دعم والإبقاء على السفير الفرنسي في النيجر، إلا أن يعني هذه الأطراف أو الأجنحة داخل يعني وزارة الخارجية والتي أثبتت وأن يعني واقعية أو أكثر واقعية صراحة في رؤيتها للتطورات الميدانية في النيجر، وأن يعني رأت بالضرورة من يعني استدعاء السفير الفرنسي والسلك الدبلوماسي. لماذا؟ لأن يعني ما شهدناه من تناول يعني إعلامي داخل النيجر ويتمثل في يعني الموقف التالي، وأن النيجر يعني انطلقت في حملة إعلامية يعني جعلت من نعم، السلطة الحاكمة الحالية يعني في نفس المقام إعلاميا وفي الند للند مع الجانب الفرنسي أولا. ثانيا هو نجد أن يعني ماكرون يعني التزم أو أراد أن يتشبث بالقراءة الديمقراطية، بمعنى وأنه لن يتعامل إلا مع الرئيس يعني الشرعي الذي وقع الانقلاب عليه، وهو ما صرح به في هذه الليلة يعني خلال تدخله يعني التلفزي، وقال منذ قليل كنت مع الرئيس يعني النيجيري المنتخب وأعلن الانسحاب، بالتالي يعني من النيجر في مرحلة أولى سوف يهم يعني السلك الدبلوماسي والسفير، وفي قابل قادم الأسابيع سوف يكون يعني انسحاب كما يراه يعني المختصين العسكريين، سوف يكون على أسابيع نعم. مختلفة. طيب، وبهذا نجده أنه قال حتى مستقبلنا أن يعني النيجر أو فرنسا سوف تتعامل لن تتعامل إلا مع يعني سلطة حاكمة شرعية ومنتخبة ديمقراطيا. وبهذا نجد أن السياسة أو سياسة أمر الواقع التي وجد فيه يعني وجد ماكرون نفسه أمامها هي مركبة. لماذا مركبة؟ لأن فيها الميداني، وفي الميداني يوجد عديد العوامل المتداخلة، منها الأجنبي ومنها المحلي، هذا أولا. ثانيا يعني الأجنبي والمحلي يعني خاصة وما يقع تداوله هنا في الأوساط الفرنسية وفي الرأي العام الفرنسي، وأن أصبح وجود شعور يعني يغزو إفريقيا كاملة بحالة العداء للوجود الفرنسي، نعم، وهو ما يختلف في تنسيب العديد من الأطراف. كذلك هذا الإطار يأتي في إطار تقريبا، وهو ما ذهب إليه بعض المختصين كذلك، وأن يتزامن الإعلان مع وكأن بداية يعني إعلان عن دخول الحملة الانتخابية لأجل يعني الترشح للبرلمان الأوروبي وغير ذلك. وبهذا طيب، نجد أن ماكرون كذلك لم يعد في قدرته يعني الإبقاء على قوة فرنسية والتعنت الفرنسي أمام ما يشهده الشارع الداخلي يعني ما الفرنسي. تداعيات ذلك سيد جعفر على فرنسا في هذه القارة، والنيجر هي آخر موضع للعسكرية الفرنسية؟ نعم يعني سوف يكون يعني يتنامى الشعور أولا بالانتصار، يعني انتصار النيجيري على يعني الجانب الفرنسي، وسوف يقع استغلاله والترويج إليه يعني داخليا في النيجر، وخاصة في الدول التي شهدت يعني انقلابات أو تطورات سياسية أو التي يعني تشهد بعض المخاض أو يعني العداء يعني بين قوسين للتواجد الفرنسي الذي يغذى يا إما داخليا يعني بصفة يعني
قد يكون عفوية أو غير عفوية، ولكن سوف يستغل العديد من الدول التي تريد أو تبحث عن موطئ قدما يعني في أفريقيا، سواء كانت قوى إقليمية أو دولية أو غير نعم ذلك. وبهذا نجد أن هذه المسألة أو الانسحاب الذي يعني أو دعوة السفير الفرنسي وطاقمه يعني سوف يسوق إليه على أنه انتصار يعني نيجيري إفريقي في حد ذاته، وكأن بداية وهل النهاية هل للمرحلة ستنهي العملية. فرنسا علاقتها بهذه الدولة التي كانت تتحدث على أنها مصرة على عودة الديمقراطية، وأيضا هناك مبادئ يجب أن يتم الحفاظ عليها؟ هل ستترك فرنسا النيجر تماما؟ لا أظن ذلك قد يكون أو سوف يوجد يعني إعادة طرح جديد دبلوماسي جديد، وهو ما ذهب إليه ماكرون يعني خلال منذ سنتين أو تقريبا أو غير ذلك. يعني سوف تكون مقاربة جديدة للدبلوماسية الجديدة، سوف يقع التخلي عن المدرسة القديمة يعني المدرسة الفرنسية التي اعتمدت على الوجود العسكري في أغلب نعم الأحيان من أجل يعني الحفاظ على مصالحها. قد يكون أن المدرسة الدبلوماسية الفرنسية سوف تتجه إلى الدبلوماسية الشعبية، سوف يعني تبقى في إفريقيا أو في النيجر أو في غير ذلك، لكن بطريقة مختلفة في سوف ثواني سيد نتحدث جعفر، وماذا عن المصالح الاقتصادية سريعا؟ يعني المصالح الاقتصادية سوف في الوقت الحاضر يعني سوف لن تتأثر طبيعة سوف تتأثر، وشاهدنا كذلك وأن فرنسا جمدت يعني الإعانات أو التنمية أو الأرصدة التي وقع يعني رصدها من أجل التنمية في النيجر أو غير ذلك، لكن لا نتوقع أن يعني الفرنسيين سوف يستسلمون أو سوف يتنازلون عن ما يعني، لأن المسألة تحكمها العقود الدولية وتحكمها القانون الدولي، ونعرف جيدا أن الاستغلال الفرنسي لعديد نعم من المنشآت يعني أو الموارد الطبيعية يخضع إلى القانون الدولي والعقود التي يعني أجريت سابقا أو أمضيت سابقا. سيد جعفر مزميطة، الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشؤون الفرنسية، كنت معنا من باريس، شكرا لك.